جدير بنا إعطاؤكم نبذة مختصرة عن مشروع التوأمة لقائنا اليوم، والذي يندرج في إطار استراتيجية الحكومة ضمن مخطط عملها، يخص الحوكمة المتجددة من أجل المزيد من الأداء والفعالية، وذلك من خلال لا سيما إعادة تنظيم وتأهيل وعصرنة المصالح الرئيسية للدولة وللإدارات العمومية بغية تحسين خدماتها. ثانياً، وضع إطار معياري يضمن جودة الحوكمة من خلال إعداد دليل مرجعي لإعداد النصوص التشريعية. ثالثاً، تحسين نوعية النصوص القانونية وتسهيل تطبيقها، مما يضمن استقرار القوانين ويحقق الأمن القانوني الذي تصبو إليه دولة الحق والقانون. حيث يرتكز مشروع التوأمة على محورين أساسيين يتضمنان إعداد: أولاً، دليل الصياغة التشريعية، دليل يحترم المبادئ والقواعد والمعايير التقنية المتعلقة بصناعة التشريع والمساهمة في تحسين جودة النصوص القانونية. ثانياً، دراسة حول نظام المعلومات لوزارة العلاقات مع البرلمان وتطويره، الشيء الذي يسمح برقمنة وعصرنة أساليب عمل الوزارة وتحقيق نجاعة أكبر في ممارسة المهام المنوطة بها. كمنسق بينها وبين باقي الدوائر الحكومية من جهة، وضامن للعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه من جهة أخرى. أصحاب السعادة، أصحاب السيادة، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، في ختام لا يسعني إلا أن أؤكد لكم أننا سنسهر معكم على تنفيذ مضمون هذه التوأمة وتوفير كل الظروف لخبرائنا من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه في إطار هذا المشروع الذي نعتبره فاتحة طيبة لفرص وآفاق أخرى كثيرة قد تجمعنا بالاتحاد الأوروبي مستقبلاً، ونأملها أن تكون ثرية ومتنوعة ضمن إطار الشراكة التي تعود بالنفع على الجميع.